السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق، إذ يواصل المنتفضون تظاهراتهم واعتصاماتهم في الساحات والميادين مع ازدياد القمع الحكومي والاستهداف الممنهج للمتظاهرين في بغداد وبقية محافظات العراق، لا سيما الهجوم الذي شنته الميليشيات على المتظاهرين في ساحة الخلاني وجسر السنك. ولأجل ذلك نرحب بضيوفنا في هذه التغطية، حيث سيكون معنا في الاستوديو الباحث في الشأن العراقي الأستاذ شاهو القرداغي. أستاذ شاهو مرحبا بكم. تحياتي. أهلا بك. وسيلتحق عبر سكايب من مالمو الكاتب والمخرج العراقي علي ريسان. مشاهدينا الكرام، فاصل ومن ثم نعود إليكم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة، سنتناول فيها ثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق، وأيضا سنتناول بشكل خاص المجزرة التي حدثت في ساحة الخلاني وجسر السنك أمس الجمعة. نرحب مرة أخرى بالأستاذ شاهو القرداغي. أستاذ شاهو، البارحة يوم الجمعة سقط 50 شهيد وأكثر من 150 جريح نتيجة هجوم ميليشيات مسلحة بالأسلحة البيضاء وأيضا مختلف الأسلحة في الرصاص الحي، هاجمت المتظاهرين في هاتين المنطقتين، شلون تابعت هذا التطور الخطير؟ بداية تحيتي لكم وللمشاهدين الكرام، والرحمة للشهداء، وندعو الشفاء العاجل للجرحى. صراحة هذا الهجوم كان مباغت وجاء بعد دعوة المرجعية للابتعاد عن الفوضى والعنف وحماية المتظاهرين. وأيضا من الغريب أنه بعد كل خطبة للمرجعية أيام الجمعة يكون هناك هجوم بهذا الشكل على المتظاهرين، وهذا يعني أنه إما أنه لا يوجد أي قيمة أو أي احترام لخطب المرجعية الدينية والتي تدعو إلى الحفاظ على الأرواح، وأيضا تدل على عدم وجود أي قوة حكومية تستطيع أن تحمي المتظاهرين. طيب. لأن القوات الأمنية الكثيفة وقوات الجيش الموجودة في الساحة طوقوا المكان بالكامل. صحيح. كيف تمكن هؤلاء بهذه الأسلحة والسيارات؟ يعني تم توثيق كل شيء، تم توثيق الأسلحة والرصاص والسيارات والمسلحين، كيف نجحوا في الدخول إلى هذه المناطق وقتل المتظاهرين لأكثر من 3 ساعات دون تدخل أي جهة أمنية حكومية؟ مع العلم كان هناك مناشدات من الشباب، من الناشطين، من الأهالي للقوات الأمنية، ولكن بعض القوات الأمنية صرحوا بأنهم ليس لديهم القدرة أو الصلاحية لمواجهة هؤلاء. طيب. بهذا يدل على أن الحكومة فشلت مرة أخرى في حماية المتظاهرين، وأيضا الادعاءات والوعود والتعهدات التي تطلقها وزارة الداخلية بأنها تحمي المتظاهرين لا صحة لها على أرض الواقع، والنية والتخطيط والمشروع للقضاء على المظاهرات موجودة إلى الآن في العقلية الأمنية للسلطة. دخول الميليشيات أستاذ شاهو تم بتواطؤ حكومي، لو أنه الأجهزة الأمنية الحكومية المتواجدة في قلب بغداد ما استطاعت أن يعني تثني هؤلاء عن دخولهم إلى الساحات؟ إذا سمعنا الناطق باسم وزارة الداخلية يتحدث عن تفاصيل التفاصيل داخل ساحة التحرير. طيب. تفاصيل التفاصيل. نعم. وهناك كاميرات مراقبة، وهناك مراقبة دقيقة لكل ما يحصل في ساحة التحرير. كيف لديهم معلومات دقيقة عن كل المتظاهرين بينما ليس لديهم أي معلومة عن هذه العصابات التي تدخل وتقتل؟ طيب. أنا برأيي أن هناك هم يعني عندما يقال مسلحين مجهولين، مجهولين بالنسبة لنا لا نعرفهم، ملثمين، ولكن بالنسبة للحكومة لا يمكن أن يكون هناك مسلحين مجهولين، وخاصة أنك دولة ودولة لديك أجهزة أمنية واستخباراتية. من المؤكد أن الأجهزة الأمنية تعرف من هذه الميليشيات، ولكن هذه الميليشيات لديها أسلحة وأقوى من الدولة، وبالتالي لا يمكن مواجهة هذه الميليشيات. القوات الأمنية عاجزة عن مواجهة الميليشيات والعصابات، والطرف الثالث الذي يريدون توجيه أو تعليق الاتهامات عليه لتبرئة الطرف الحكومي، ولكن على الرغم من ذلك الطرف الحكومي القائد في الجيش والشرطة مسؤول، ورتبته مسؤولة عليه، تحتم عليه حماية المتظاهرين. طيب. إذا لم يستطع أن يحمي المتظاهرين و
يعني اختار السكوت والصمت، هذا يدل على أنه متواطئ وشريك في الجريمة ولا يبرئ ساحة الحكومة والأجهزة الأمنية. طيب. وبالتالي هذا يؤكد مرة أخرى أن الميليشيات إلى الآن هي التي تحكم، وإلى الآن لم يتم تطبيق حصر السلاح بيد الدولة الذي رفعوا هذا الشعار خلال السنوات الماضية. بالعكس، سلاح الميليشيا هي السلاح الأقوى والصوت الأكثر سماعا. طيب. على أرض الواقع أستاذ شاهو، الخط الأول باتجاه المتظاهرين، يعني حسب ما نقل لنا بأنه الخط الأول هو خط جيش، هذا الجيش منزوع السلاح، لا يمتلك أي أسلحة، تعتقد أنه الخطة يعني كانت مسبقة في وقت سابق من أجل دخول الميليشيات وقتل المتظاهرين يوم أمس الجمعة؟ بلا شك نحن دخلنا في مرحلة جديدة، استمرار المظاهرات السلمية إلى هذا اليوم تسبب بقلق شديد لدى السلطة العراقية ولدى أيضا الإيرانيين. طيب. لأنهم بعدما قضوا على المظاهرات في إيران لا يريدون بقاء هذه المظاهرات التي ترفع شعار رئيسي وهو إيران برا برا. يحاولون بكل الطرق القضاء على المظاهرات، استخدموا القنص والقتل والترهيب والتخويف واغتيال الناشطين واعتقالهم، لم ينفع الأمر. بعدها حاولوا تشكيل ثورة مضادة، مظاهرات مضادة تدخل ساحة التحرير، حاولوا مهاجمة المتظاهرين بالسكاكين وفشلت مرة أخرى. طيب. هذا السيناريو أمس كان سيناريو ثالث، وهو ميليشيا تأتي تهاجم المتظاهرين، وميليشيا تأتي تدافع عن المتظاهرين بحجة الدفاع عنهم لصنع طرف يدعي أنه يحمي المتظاهرين حتى يكون هو المنقذ ويسيطر على الساحة من جديد ويتم ركوب الموجة كما حصل في المرات السابقة. طيب. يعني نعم. هذا الذي حصل أمس كان جزء من مخطط الانقضاض والقضاء على الثورة، وأيضا فشل. التجمعات الكبيرة التي رأيناها منذ صباح اليوم أكدت فشل هذه المحاولة أيضا، ويبدو أنهم سيفكرون في طرق أخرى للقضاء على الحراك الموجود بعدما فشلوا أيضا في هذه المرة، رغم يعني وقوع أكثر من 50 من الضحايا الشباب في الساحات ليلة أمس، ولكنهم أيضا فشلوا لأن الإرادة الشعبية أصبحت واعية وتدرك هذه الألاعيب، ولا يمكن أن تخضع مرة أخرى لخداع الأحزاب السياسية أو سطوة الميليشيات الطائفية. طيب. سننتقل ونرحب أيضا بضيفنا عبر الهاتف من مالمو، الكاتب والمخرج العراقي الأستاذ علي ريسان. أستاذ علي، مرحبا بكم. مرحبا بك عزيز. أستاذ علي، حضرتك تابعت المجزرة اللي حصلت يوم الجمعة أمس في ساحة الخلاني، يعني حقيقة يعني الأخبار تشير إلى 50 شهيد و 150 جريح. الأستاذ شاه القرداغي قبل قليل تحدث، قال بعد كل خطبة للمرجعية تكون هناك يعني هجوم وعدوان على المتظاهرين في ساحات التظاهر. تعتقد، وخاصة إذا ما علمنا أن المرجعية يوم أمس طالبت بحماية المتظاهرين، شلون تفسر هذا الهجوم الميليشياوي على المعتصمين في ساحات التظاهر؟ نعم، أولا تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي ومستمعي قناة الرافدين. أهلا بك سيدي الكريم. الحقيقة أنا يعني من فترة يعني من بدايات المظاهرات، نعم، تحدثت بصوت واضح ومن خلال المدونات والمقالات وأكثر من لقاء مع حضرتك، يعني تتذكر أنه نعم. خطب المرجعية هي أساسا لديمومة بقاء هاي السلطات الثلاث، الرصاصات الثلاث، لذلك يعني بدأت أوراقهم تتكشف. والحقيقة يعني هو هذا مشهد الموت الجماعي أو استشهاد هذا الشباب الحلو متوقعينه، يعني إحنا يعني من زمان من سنوات، لأنه هم يعني مصرين على البقاء، وشباب الثورة كل ساحات التحرير في بغداد والبصرة والنجف والديوانية والسماوة وكل مناطق اللي ثارت، هم يعرفون أنه مصرين على استعادة العراق من هذه الثلة النتنة التي أوصلت هذا الوطن إلى هذا المخاض الحقيقي. الحرية بمفهوم الإنساني والقيم والشرائع، الحرية لا ما ممكن أن يعني
أن تعطى لك من خلال طاقة تموينية أو من خلال وظيفة. الحرية تنتزع، نحن الآن ننتزع حرية إعادة الوطن لأبنائه الحقيقيين. هم الآن يعني أنا أقدر أوصفهم بوصف دقيق جدا، أوصفهم بالضبط بالقط اللي انحصر في زاوية فيبدي يحاول من خلال مخالبة أو من خلال أن ينقض على 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 المنتفض. ما طيب. حدث يوم أمس أنا أعتقد هو تحصيل حاصل للاتفاق اللي أكدت عليه قبل لقائين مع حضرتك من خلال كتبته في مدون. نعم. الاتفاق اللي صار يا عزيزي مع المرجعية، ما شوف إحنا من نتحدث أكو مرات يقولون إنه المرجعية طبعاً ما الخط أحمر وهاي التابوهات كلها انتهت. إحنا مو ضد المقدس ولا ضد آل البيت ولا ضد الروح الدينية السمحاء ولا ضد الأديان كلها. إحنا نريد نعيد وطن. الآن المعمم والمرجع دخل ضمن العملية السياسية، إذن هو شخصية عامة. أنا من أتحدث وأقول أكو اتفاق صار ضمن ما يسمى بمقتدى الصدر اللي هو الآن في رحلة استجمام أو رحلة استلام المعلومات من إيران، صاحب جماعة الطائرون ومن معهم. والاتفاق الثاني مع هادي العامري وقاسم سليمان ومحمد رضا السيستاني. هاي الرسالة أريد أوصلها للعراقي خلي يسمعوها ويسمعوني أهل النجف الأشرف الآن بشباب الدائر بطلاب المرجعية. السيستاني أتحدى أنا كعراقي أن يظهر إصبعه من خلال البراني. يعرفون البراني شنو؟ البراني نعم نعم نعم. أن يحرك سبابته فقط. أتحدى باسم الشهداء وأقسم بالبيت والأطهار وكل قطرة دم سالت خلال هذه التظاهرات أنه السيستاني شخص منتهي أو ميت سريريا. من يقوم الآن بقتل المتظاهرين هو محمد رضا السيستاني، وليسمع من يسمع وأؤكدها بالثلاث: محمد رضا السيستاني وال خنزير الآخر نوري المالكي وقاسم سليماني. هذا الثالوث الشر هو الذي الآن يقود هذه العمليات، أما البقية فهم عبارة عن خراطيم. وأنا لا أعاد على وزارة الدفاع ولا على الداخلية، لأننا كلنا يعرف القاصي والداني وكل متظاهر يعرف الآن بأن القرار قرار القيادة ليس بيد وزارة الدفاع ولا الداخلية ولا قوى حماية الشغب. وإحنا البارحة لاحظنا أنه المتسللين أتوا بسيارات دفع رباعي حديثة مظللة، يحملون الأسلحة المتوسطة البي كي سي والكلاشينكوفات والفيديوهات مطلقة، ودخلوا من منطقة يعني جاءوا من منطقة الخضراء يعني من خلف القوات. والقوات واليوم الحقيقة أريد يعني أوصل هاي المعلومة، اليوم قائد قوات بغداد يقول نحن أردنا أن نبقي منطقة يعني منطقة الصد بيننا. زين المتظاهرين السلميين الأبطال الحلوين المالحين العراقيين هم سلميين. زين أنت من تجي تفتح نار وهاي الديباجة مال العزيزي المحاور الجميل وخلي يسمعني المواطن، الديباجة مال الطرف الثالث صارت يعني عملية جدا ساذجة وما تنطلي حتى على المجنون. الطرف الثالث يا عراقي هم أدلام الأحزاب الميليشيات، جماعة حزب الدعوة، جماعة حزب الدعوة اللي أنزل قبل يومين مجموعة من السفلة بمبلغ 25,000 دينار من مجموعة أحزابهم المنتفعين بالسكاكين كما حدث في 25 شباط اللي ذكرها العراقيين. بالضبط. حينما أرسل نوري المالكي مجموعة من السرسرية ومجموعة من المستفيدين من بقاء هذه السلطة العفنة. طيب. إلى ساحة التحرير. طيب أستاذ علي، وحدث ما حدث. أستاذ علي أريد أتحدث وياك على موضوع موقف القوات الحكومية، لكن دعني أعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ شاهو القرداغي. أستاذ شاهو، الميليشيات منذ الأول من تشرين الأول تدخل المظاهرات لكن ليس بعناوينها الصريحة، كانت مندسة بين المتظاهرين تقوم بحرق
واعتداءات غير مبررة على بعض المتظاهرين، خطفهم مثل ما صار ويا صبا المهداوي ومار محمد، تم خطفهم من عندما يخرجون من ساحة التحرير. لكن البارحة الميليشيات بعناوينها الصريحة دخلت إلى ساحة جسر السنك وأيضا إلى مجزرة ساحة الخلاني، مجزرة الخلاني. تعتقد أكو ربط ما بين دخولها بعناوينها الصريحة وبين استقالة عادل عبد المهدي؟ يعني بعد ما استقال عادل عبد المهدي دخلت إلى ساحات التظاهر بعناوينها الصريحة، تعتقد أكو ربط؟ أتوقع أنه الميليشيات طبعا لديها قدرة وإيمان بالنفس، وهي تعلم أن الحكومة عاجزة عن محاسبتها، يعني حتى لو كان هناك محاسبة فيجب أن يكون محاسبة خارج الحدود يعني الدولية لهؤلاء في ظل هذه الحكومة الحالية الموجودة. ولكن دخولها بهذه الطريقة بعناوينها وبأسمائها، وخاصة أن بعد المجزرة حتى قيس الخزعلي كتب تغريدة يقول لا نريد الصدام ويجب على المسلحين التراجع عن الانسحاب. هذا بنفسه صحيح. اعتراف بأن مسلحين موجودين على الساحات في الساحات. نعم. وعلى الرغم من أنهم يقولون أننا نحارب الجوكر الأمريكي وعملاء أمريكا داخل ساحات التظاهر وتكرار الأسطوانة الإيرانية التي أطلقها لأول يوم خامنئي هو تكرار لهذا الأمر، إلا أنه دورهم في داخل ساحات التظاهر هو دور قمعي ودور يقوم بقمع التظاهرات وقتل الشباب وأيضا الاختطافات كما نرى. هذه الميليشيات هي لا تكترث إذا دخلت بأسمائها أو دخلت بأسماء أخرى، يعني نحن رأينا أن وزير الدفاع حتى لم يتجرأ على أن يقول أن يسمي الميليشيات، قال طرف ثالث وبس، قال طرف ثالث وحاولوا أن يغطوا على الأمر. ولكن رأينا أن الميليشيات ليس لا تكترث بهذا الأمر، يعني لا تخشى من أن يصدر اسمها كطرف قامع للتظاهرات. بالعكس هي تفتخر بهذا الشيء، هي تعتبر أن قمع التظاهرات هي شرف لها. لماذا؟ طيب. السيناريو العقيدة داخل هذه الميليشيات، هذه الميليشيات ميليشيات أيديولوجية، ميليشيات عابرة للحدود، ميليشيات تلتزم بأوامر ولاية الفقيه. طيب. هذه الميليشيات تنظر إلى التظاهرات ليس ك حركة احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات وتطالب بتغيير النظام وتطالب بتحقيق الحرية والعدالة في المجتمع العراقي، بل تنظر إلى هذه المظاهرات كمؤامرة إسرائيلية أمريكية سعودية تريد أن تقضي على محور المقاومة من العراق. وبالتالي هذه النظرة تبرر للميليشيات التعامل بأقصى أنواع العنف المفرط للقضاء عليها. قالها شريعتي، شريعتي قالها، أعتقد اسمه مدار شريعتي أو كذا، قال حسين شريعة مداري، حسين شريعة مداري، يقول هاي التظاهرات تضعف محور المقاومة تماماً، ليس فقط في العراق، تماماً في لبنان وفي سوريا. وأيضا طالبوا بالحشد الشعبي بالقضاء على الأوباش التي تهدد المأجورين الذين يهددون محور المقاومة. صحيح. وبعد هذا التصريح كان يعني لو كانت الحكومة العراقية والمؤسسات العراقية في العراق، الرئاسات الثلاث، مؤسسات محترمة، كانت تندد بهذا التصريح وتعتبره تدخلا في الشأن العراقي، وليس فقط تدخل في الشأن العراقي، تدخل وشيطنة المجتمع العراقي، لأن المتظاهرين هم عبارة عن كافة شرائح المجتمع من الطلاب، من الشباب، من النساء، من الشيوخ، يعني نرى أن الشرائح كاملة تشارك في المظاهرات. طيب. ولكن الحكومة لم تتدخل في هذا الأمر، وهذا يعني أن هناك موافقة ضمنية من قبل الرئاسات الثلاث لهذا التفسير الإيراني، وبالتالي السماح للأجهزة القمعية بالتدخل، وخاصة وجود قاسم سليماني ومحمد كوثراني مسؤول ملف العراق في حزب الله. ماذا يفعل كوثراني في العراق؟ ماذا يفعل قاسم سليماني في العراق؟ مجرد تواجدهم في العراق يثير الشكوك حول الأحزاب السياسية أولا والميليشيات التي تنتمي لهؤلاء، ويؤكد أن ما يجري الآن وجرى ليلة أمس وسيجري في المستقبل هو مخطط هؤلاء، هذين الشخصين يخططون أولا لإيجاد بديل مناسب لإيران، وثانيا للقضاء على التظاهرات بأي طريقة. حتى بعد تشكيل الحكومة المرتقبة يعني حيستمر الوضع، ميليشيات موجودة وتقتل؟ هذه نقطة مهمة جدا. حاولت بعض وسائل الإعلام تصوير استقالة عبد المهدي على أنه الإنجاز الأكبر وعلى المتظاهرين العودة إلى منازلهم. طيب. ولكن حتى لو جيء بشخص نزيه وشخص حيادي وشخص مستقل لرئاسة الوزراء في ظل هذه الظروف، في ظل هذه الظروف نحن لدينا ثالوث، لدينا الأحزاب الدينية
والميليشيات والنفوذ الإيراني. طيب. في ظل هذه الثلاث لا يمكن التعويل على أي حكومة لإنجاز أي مشروع إصلاحي. طيب سأتناقش وياك في هذه النقطة تحديدا، لكن أعود إلى ضيفي الأستاذ علي ريسان. أستاذ علي، اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين تقول بأنه ميليشيات بدر والخراساني والعصائب وحزب الله والنجباء، طبعا دول كلهم مرتبطين بإيران أيديولوجيا وعسكريا وأيضا بتواطؤ حكومي، قامت بهجوم غادر على المعتصمين. لكن أريد أسألك هنا، هذول الناس اللي هجموا على المتظاهرين في مجزرة الخلاني، منو أعطاهم الضوء الأخضر؟ خاصة إذا ما علمنا بحسب الأخبار الواردة من هناك بأنه الأجهزة الأمنية وقفت موقف المتفرج من مجزرة يوم أمس، لكن منو اللي أعطاهم الضوء الأخضر؟ وين شغل الحكومة لعاد؟ تفضل. نعم، الحقيقة يعني احنا من نتحدث عن الحكومة نتحدث يعني وكأنه لدينا حكومة ولدينا قادة أمني. احنا لدينا قادة أمني، يعني بالعراق موجودين قادة أمني. نعم. الوطنيين كبلوا أو صفوا أو غادروا العراق، موجودين أرواح وطنية في وزارة الدفاع، في الداخلية، في محروقة قلوبهم على العراق، ولكن القرار ليس بيدي. احنا نلاحظ من خلال اجتماعاتهم، ماكو اجتماع اذا ما موجود جنرال ايراني. اذا القرار يا عزيزي ياتي من قاسم سليماني. والحقيقه خلينا نرجع للتاريخ، هذا تاريخنا الدموي خلال هاي 16 سنه. كل رؤساء الوزراء ياتي فرمان توليهم للوزاره بعد اي انتخابات مزوره، وكلها الانتخابات مزوره ويعرفها العراقيين. ياتي تتويجهم حتى رئيس البرلمان من ايران. يعني زيارة إلى ولي الفقيه يقبل قدميه ورأسه ويديه، ثم يأتي بفرمان أن يكون رئيس وزراء. إذن إحنا الآن حكمنا حكم إيران وليس فيه كما تفضل الضيف الكريم في معرض حديث. طيب. اللي القوات اللي جتي يعني جتي بقرار سيارات مسلحة، سيارات حديثة، يعني حتى موديلاتها 2018 و2019 وحمايات وباصات، يعني كأنهم في موقف يعني بالضبط كأنهم حماية رئيس الوزراء أو حماية إلى وزير. أتوا وانسحبوا وكانوا يرمون بطريقة. وبالمناسبة حتى بعض القناصين ظلوا للفجر، يعني أنا كنت سهرت الصباح هذا اليوم. نعم. يعني صباح هذا اليوم كنت يعني في اتصال مع بعض الثوار، ونزلوا بوستات انه بعض القناصين موجودين اطراف تحت الخلاني، يعني تركوا بعض القناصين. لذلك اللي مسكوهم الان هم مجموعه من القناصين اللي تعرف تصير ربك عاده بالانسحاب او بالانحصار، لانه الثوار جاهم المد الروحي وجاهم المد الانساني الرائع من ابناء مدينه الثوره وكل مناطق مدينه بغداد البارحه. طيب. لذلك يا عزيزي اللي اجوا هم اجوا بقرار من احد القتله الدمويين الموجودين، يعني سميهم ما شئت، اذا من هادي العامري او من نور المالكي او من قيس الخزعلي او من الفياض او العسكري او كلهم، لانه هم يعرفون استمرار الثوره ونجاحها وسلميتها كفيل باسقاطهم، لانه بالمحصله يعرفون. وهذا هذا هذا القادم ان شاء الله صبر العراقيين ودماء الشهداء، انه القادم هو انتصار العراق، لانه يعني هم متوهمين الشعوب ما ممكن ان تخذل. العراق الان في كينونه اخرى، في بناء روح اخرى. واريد اضيف شيء، انا اتصلت مع احد ابطال التنسيقيات في ساحه التحرير حول مجيء بعض الأحرار من خارج العراق. خلي يسمعون العراقيين في داخل العراق وخارج العراق ويتأكدون. كثير من النشطاء اللي يحبون كانوا يشاركون أو عندهم فعاليات أو يحبون يزورون ساحة التحرير قبلة الأحرار، الآن قسم من عندهم اختطف من مطار بغداد، من مطار النجف، من مطار البصرة. ومن ضمنهم البارحة اختطف المصور زيد اللي صور. نعم. كل بالمناسبة المصور زيد هو أحد أبطال اللي شاركوا في عمليات تحرير الموصل كمصور كإعلامي حربي. الكثير الآن أريد أكدها لأن هاي مهمة جدا العزيز،
الكثير الان من الشهداء الحلوين الرائعين ذول اللي واحدهم يسجوا شكوا عمامه وشكوا قائد حزبي وشكوا خرطيت اجى مع بريبر ومع الاحتلال، جزء منهم الكثير هم شاركوا في قتال داعش، شاركوا بروح عراقيه. الان تشهدون برصاص داعش الشيعه، خلي يسمعوني العراقي، الان عندنا داعش الشيعه اللي يقودها قاسم سليماني، والحقيقه هو الان مثل ما الايرانيين اقمعوا مظاهراتهم الاخيره قبل اسبوع باعتقالات وقتل وتغييب واختطاف، هم دا يمارسون نفس الشيء. وللتاريخ احنا الان عندنا، للتاريخ الجزء ما معروف، الان عندنا اكثر من 2000 مختطف، قسم منهم اطلق سراحهم بقرار من محكمه بتعهد ان لا يخرج، وقسم من عندهم حكم بسنه وسنتين وثلاثه، وقسم مغير. اللي يسمعون العراقيين، احنا الان امام سلطه بربريه فاشيه دمويه لا تحمل لا اخلاق ولا قيم ولا انتماء. طيب. ولا حتى شرف اخلاقي انساني، يعني يخص الانسان. اريد اخذ رايك. قاتل مجموعه نصور وقتله. نعم. وسراق استاذ علي وافراطيين وموبوئين. استاذ نعم. علي، اريد اخذ رايك. المتظاهرون يعني يوم أمس عثروا على أسلحة ويعني تأكدوا منها حسب المكتوب على الصناديق الأسلحة بأنه العتاد هو إيراني. أريد أسألك، لكن أريد أرجع إلى ضيفي الأستاذ شاهو. أستاذ شاهو، المتظاهرون منذ يوم الأول صار لهم ويا هذا اليوم 67 يوم أو 67 يوم 68 يوم، لأنه واحد من الأشهر هو 31. من اليوم الأول رفعوا شعار بإسقاط العملية السياسية بنوابها بشخوصها بالأحزابها بوزرائها بكل شيء. حضرتك قبل قليل، قبل ما ننتقل للأستاذ علي، تفضلت أو أنا سألتك، تعتقد إذا إجى رئيس وزراء جديد خارج المنظومة الطبقة السياسية الحاكمة، تعتقد باستطاعته القضاء على الميليشيات؟ هاي أولا. تعتقد باستطاعته أن يلبي جميع مطالب المتظاهرين كل، وهي تغيير الدستور وليس ترقيع الدستور وإنما تجميد الدستور وانتخاب لجنة مفوضية الانتخاب تكون بإشراف أممي، تعتقد قادر على كل هاي في فترة زمنية معينة؟ إذا عدنا للوراء وتذكرنا طريقة اختيار عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء، تم التهويل من شخصية عادل عبد المهدي وتصويره على أنه المنقذ الاقتصادي للعراق. طيب. والشخصية العلمانية المتجاوزة للطائفية والحقد، وأنه قادر على الانتقال بالعراق إلى بر الأمان بداية. مع بداية توليه المنصب وباستمراره رأينا أنه شخص عاجز لا يستطيع أن يفعل أي شيء، متردد، لا يستطيع الخروج على قرار الأحزاب التي نجحت في إيصاله إلى رئاسة الوزراء، وبالأخير أصبح متورطا ليس في الفساد وإنما في قتل المتظاهرين أيضا. طيب. البرلمان الذي أعطى الثقة لهذه الحكومة، حكومة عبد المهدي، هو نفس البرلمان الذي سيعطي الثقة للبديل. إذن لا يمكن التعويل على هذا البرلمان. هذا البرلمان الذي أغلب أعضائه وصلوا إلى البرلمان عن طريق التزوير أو شراء الأصوات أو التلاعب بالأصوات، لأن غالبية الشعب العراقي لم يشاركوا في الانتخابات، وبالتالي وجودهم أصلا في هذه المؤسسة ليس بغرض التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية بقدر ما هو بغرض الاستفادة من العقود والاستفادة من الامتيازات الشخصية. وبالتالي بوجود هذا البرلمان لا يمكن التعويل على أي شخصية جديدة يأتي لرئاسة الوزراء، سواء كان جديدا أو سواء كان من داخل المنظومة السياسية. طيب. لأنه إذا كان من داخل المنظومة السياسية، وهذا أتوقع أن هذا ما سيحصل، إنه فهو سيحافظ على مصالح كافة الأطراف التي تقوم باختياره، وسيكون محافظ على مصالح هذه الأطراف، وقد يقوم ببعض الإجراءات التخديرية والإصلاحات الشكلية. طيب. ولكن لا تمس بمبدأ خطير وهو مبدأ المحاصصة. يعني نحن رأينا منذ اليوم الأول المتظاهرون يقولون نريد الانتهاء من المحاصصة، يشكلون لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين أو أي لجنة أخرى. اللجنة تشكلت عن طريق المحاصصة. بالضبط. يعني صحيح. هؤلاء يبدو أنهم لم يصلهم الصياح الجماهير ومطالب الجماهير التي تريد التخلص من هذا الأمر.
انتهاء أو إنهاء المحاصصة يعني انتهاء هذه الأحزاب التي طبعا هذه الأحزاب التي تعول فقط على السلاح وعلى الدعم الخارجي الإيراني، وإلا لا يوجد أي شرعية أو أي شرعية الجماهيرية فقدت الشرعية الجماهيرية، فشلت في محافظة على سيادة البلاد السيادة الوطنية، وفشلت في تقديم الخدمات. ليس هناك أي مبرر أو أي داعم لبقاء هذه المنظومة إلا القوة السلاح والدعم الخارجي. طيب. وما دام المنظومة نفس المنظومة الملوثة، فإن أي شخص حتى لو كان نزيه خارج المنظومة داخل المنظومة يصل إلى رئاسة الوزراء، إما أن يكون عاجز عن القيام بأي تغيير وبالتالي عليه أن يقبل بالفساد ويجلس، وإما أن يكون متورط ويشارك في الفساد. بالضبط. ما دام لم يحدث تغيير جذري لا يمكن التعبير على هذه التغييرات الجزئية. طيب. أستاذ علي ريسان، أريد أسألك بنقطتين لكن أرجو الاختصار حتى نتناول مواضيع، عندنا اليوم مواضيع كثيرة جدا. العتاد الإيراني اللي استخدم بهجوم يوم أمس، الشباب المتظاهرين أكدوا بأنه المكتوب على الصندوق هو وزارة سباه، أعتقد مثل ما قرأتها في الأخبار. هاي الوزارة مكلفة أو مهمتها هو صناعة الأسلحة الإيرانية خاصة للحرس الثوري الإيراني. الحكومة تحدثت عن طرف ثالث، يبدو ومن خلال الأخبار اللي توصلنا من ساحات الاعتصام بأنه الطرف الثالث أصبح واضح هو إيران عبر من خلال الميليشيات، هم اللي ينفذون عمليات قتل المتظاهرين. طيب، لكن السؤال المحور الثاني أريد أسألك به، صار هجوم انقتلوا واستشهدوا 50 متظاهر 150 جريح، لكن نشوف بأنه المتظاهرون توافدوا بكثافة على الساحة، شلون تفسر هذا الإصرار من قبل المتظاهرين على التواجد في ساحات التظاهر رغم وجود آلة القمع الميليشياوية والحكومية اللي تصوب يعني أسلحتها على الرأس والصدر والبطن، يعني أسلحتها بإطلاقها للسلاح بإطلاقها للرصاص هي مميتة، شلون تفسر هذا التوافد وهذا العطاء وهذه الشجاعة من قبل المتظاهرين؟ نعم، الحقيقة هذا المشهد اللي نشاهده في كل لحظة، يعني كل لحظة نشاهد فيديو أو نتابع أو نتصل أو من خلال تقارير الفضائيات أو من خلال المدونين والثوار، يؤكد على أنه العراقي الحقيقي انبثق من رحم من أيقونة ساحة التحرير. يعني الآن هم مصدومين من هذا الانبثاق. بالمناسبة احنا كنا العراقيين بالداخل والخارج، يسمعوني الآن، كان اكو مثل خذلان بالروح العراقية منه انتهى العراق واخذته الطائفية واخذته التخلف والسقيفة وضلع الزهرة ومعاوية وهاي الشغلات اللي العراقيين الواعين ينتبهوا لها كانوا. فالعراق الآن هو عراقي سومري وآشوري وأكدي، هو عراقي كردي ومن دائي وصابي وسني وشيعي وابن الغربية. العراق الآن يتمثل بهاي الروح، لذلك عندما يسقط شهيد يجي ألف شهيد. احنا البارحة لاحظنا انه بعد ان سقطوا دول شباب الحدودين الرائعين اللي الدنيا تبكي على جمالهم وطيبتهم وروحيتهم الثورية، جاهم المدد، أبناء الثورة طلعوا. بالمناسبة هم حتى مو شباب دا يطلعون، دا نشوف سيوخ ودا نشوف معاقين ودا نشوف خرسان ودا نشوف حتى عميان ودا نشوف يعني فمشهد إنساني ثوري هذا خلد. يعني العراق الآن تاريخا كتب، بالمناسبة بعد 1 أكتوبر يعني ثورة تشرين الآن كتبت تاريخ جديد للعراق، تاريخ مو ملوث، تاريخ بيه دم، نعم، بس بيه دم طاهر يؤكد على الانتماء للعراق، الانتماء الى هذا. اما بالنسبه للاسلحه فهذا الشيء مسلم، احنا الان نواجه ساخت ايران، الجمهوريه الايرانيه القذره بعمائمها. نحن بالمناسبه لسنا اعداء الشعب الايراني بثقافته، بالسينما نعم. بالموسيقى، بالمفكرين البي، لا، احنا الان نقاتل فكر سرطاني يقوده ولي السفيه علي خامنئي.
اللي هو الإمام علي وآل البيت بريئين من عدوهم لأنهم ما لهم علاقة بالمذهب الشيعي. نعم. الآن الصراع الدموي هو أنه شلون محمد رضا السيستاني ظل يأخذ الخمس من المسوخ الناس الفقراء اللي مؤمنين بظهور ولاية الإمام المهدي. هاي كلها مرتبطة بالثورة. بالمناسبة الثوار العراقيين تجاوزوا هذا التابوهات، تجاوزوا المراجع، تجاوزوا كل، بس انتموا للعراق. ذلك المشهد راح بالمناسبة، وأنا قلته وراح أقوله ودائما ما أثبت عليه، أنه إحنا مشاهد الدم راح تكرر عندنا مثل ما تكرر سبايكر وتكررت مجزرة الدرادة. هو يعني دائما هاي يعني ما مر عندنا أسبوع أو أيام بدون مجزرة، لأنه دائما العراق يتعود. طبعا إحنا طبعنا على الموت، طبعنا على الشهادة، ولكن أيضا مقابل هذا الشيء أنا أعتقد أنه النصر جاي. النصر جاي يحتاج إلى تأني. الآن بدأت الأرواح تنظم روحها، بدأ الاتحاد، بالمناسبة الاتحاد الأوروبي أدان بالضبط. هو داريد أسأل هنا. نعم. أنتقل للأستاذ شاهر قرد، لكن قبل ما أنتقل الأستاذ علي، تعتقد. نعم. باختصار حتى أنتقل الأستاذ شاهر، تعتقد. نعم. يعني عملية تصدير الأزمة سيدفع بالحكومة حتى إلى إرجاع السيارات المفخخة، لأنه هسه هي في وضع حرج جدا، ولا بد من تصدير الأزمة إلى الخارج، إيجاد أزمة جديدة في الخارج حتى تتمكن من أنه تقول للمتظاهرين وتقول للشعب العراقي بأنه شوف ضعفت الدولة، رجعت السيارات المفخخة. تعتقد هاي الخطوة موجودة يعني في حساباتهم مثلا؟ نعم هم كل شيء. بالمناسبة هم محضرين حتى يعني بردا وسلاما. أنا أتوقع يعني هم قتلة، نشوف القاتل الدموي، الإنسان المفترس، الإنسان الوحشي أو الذي يصاب بداء الكلب يتصرف بكل وحشية. نتوقع منهم كل شيء. طيب. البارحة الأسماء الأربعة اللي طلعت، اللي من ضمنهم خميس الخنجر وقيس الخزعلي، بالمناسبة. نعم. هو الاسمون العراقي. هو أنت أوصلتني إلى نقطة مهمة أستاذ علي، راح أنتقل للأستاذ شاهر القرداغي. أستاذ شاهر، وزارة الخزانة الأمريكية كما ذكر أستاذ علي ريسان أدرجت قيس الخزعلي، ليث الخزعلي أخو قيس، أبو زينب اللامي مدير أمن الحشد هذا، في وخميس الخنجر على لائحة العقوبات بذريعة بأنه هم ذولا أو بحجة أنه هم ذولا اللي مسؤولين عن قتل المتظاهرين وأيضا الفساد، تمويل شخصيات فاسدة في الحكومة الحالية وخارج حتى خارج الحكومة، لكن نحن نتحدث عن منظومة سياسية بالكامل. لكن حتى هذه اللحظة الموقف الأمريكي غير واضح وضعيف جدا. تعتقد بالأيام القادمة راح يكون موقفها صريح وواضح وأنها ستكون مع المتظاهرين أم أنها ستكون ضد المتظاهرين، باعتبار أن الدولة تتعامل مع دولة وليس مع متظاهرين؟ بداية الموقف الأمريكي فعلا كانت يعني مؤيدة للحكومة العراقية، ولكن بالتدريج صعدت الموقف عن طريق إدانة قتل المتظاهرين والمطالبة بتوفير الحريات والحقوق، وأيضا طالبت بشكل صريح من الحكومة العراقية بانتهاء أعمال العنف ومعاقبة المتورطين. هناك تدرج، نشعر هناك تدرج في الموقف الأمريكي في معاقبة المتورطين في قتل المتظاهرين. طيب. العقوبات التي رأيناها من الخزانة الأمريكية يوم أمس كان هناك فيها تحديد وتفاصيل لمن تورطوا في انتهاكات ضد حقوق الإنسان. هو تم ذكر هذا الموضوع، هؤلاء متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وأيضا إدارة مجاميع مسلحة مرتبطة بإيران. طيب. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تعلم وتدرك من هي هذه الأطراف التي تقتل المتظاهرين، ولديها تفاصيل المتعلقة بهذا الشأن، وحتى لا يختصر الأمر على الأطراف الشيعية، يعني تواجد خميس الخنجر داخل القائمة وبتهمة تمويل الأطراف التي تقتل المتظاهرين، هذا يدل على أن هناك متابعة أمريكية لهذا الموضوع، وهذا يعني أن هناك استجابة أيضا، لأنه
نحن في العراق كما تعلم لا يوجد قضاء مستقل، لا يوجد قضاء محايد ممكن صحيح. التعويل عليه. إلى الآن القضاء داخل في نفس منظومة المحاصصة، وبالتالي لا يمكن للمواطن أن يستنجد بالقضاء العراقي لتحصيل حقوقه. كان هناك مناشدات للولايات المتحدة الأمريكية وللدول الغربية للتدخل في العراق وحماية المتظاهرين ومعاقبة الفاسدين. وأيضا كان هناك عمل من قبل الناشطين على إبراز الوجوه الفاسدة المتورطة في قتل المتظاهرين وإبرازهم دوليا وتقديم الوثائق عن تورطهم. ومن نتائج هذه الحملات ومن نتائج المظاهرات السلمية وإصرارها صدر هذه العقوبات على هذه الجهات، وهي مع أنه صدر أيضا قرار آخر بأن هذه العقوبات ملزمة على الحكومة العراقية تنفيذها، يعني على الحكومة العراقية الالتزام بها. نعم. أيضا هي رسالة لباقي الأطراف الموجودة على الساحة سواء السنية أو الشيعية بأن التورط في قتل المتظاهرين لم يعد أمرا عراقيا من الممكن تجاوزه عن طريق التوافقات وإنهاء هذا الملف، بل هناك جهة دولية تراقب هذا الأمر وتتدخل وتعاقب. ونحن نعلم أن وجود هذه الأسماء مهي أستاذ شاهو، مهي إذا تتيجي على التاريخ، رجعت شوية بالتاريخ، هو منو جابهم الذولة؟ هي أمريكا جابتهم. جميعهم وصلوا إلى الحكم فوق الدبابة الأمريكية. صحيح؟ والآن يتهمون المتظاهرين بأنهم عملاء لأمريكا. صح. طبعا هذا طيب. الأمر معروف. أي هم اللي جابوا ذولة، وبعدين هم ينتقدوهم، يقول ذولة يعني قيس الخزعلي وغيره بأنه ذولا متهمين بقتل المتظاهرين، وطبعا قبلها كانت اتهامات لهم. طيب هو منو اللي بداية جابهم؟ هم اللي الولايات المتحدة جابتهم. حتى الخزعلي كان معتقل عندهم. ايه بالضبط. ايه؟ أطلقوا سراحهم. ايه بالضبط. بلا شك أنهم يعرفون تاريخ هؤلاء. صحيح؟ يعرفون تاريخهم بالكامل وانتماءاتهم ومن أين يأخذون الدعم بلا شك. ولكن التعويل على تغيير وضع السياسي الإقليمي والدولي في المنطقة، يعني نحن رأينا أنه كان هناك توافق أيضا في أفغانستان، تدخل أمريكي ثم إيران تسلمت الأمر بدعم جماعاتها. صحيح. في العراق نفس الشيء، بعد 2011 الانسحاب الأمريكي إيران طغت على كل شيء. بالضبط. الآن نشعر بعودة أمريكية. العودة الأمريكية من الممكن تكون على حساب النفوذ الإيراني، وهذا أمر إيجابي لضرب الأطراف المتورطة في قتل المتظاهرين وأيضا الأطراف التي أجرمت منذ 2003 وحتى الآن. يعني هذه العقوبات حتى لو كانت رمزية، حتى لو كانت رمزية، إلا أنه تطور ملفت وإيجابي بالنسبة لرؤوس الميليشيات، وخاصة أنها جاءت من طرف دولي وليس من طرف عراقي. طيب. يعني هؤلاء يحسبون ألف حساب لهذه الأطراف الدولية. طيب. وخاصة الأمر الأهم أن هناك قوائم أخرى سوف تصدر عن لاحقا في قوائم، في قوائم أخرى، وأيضا قد تضم أسماء أخرى، لأننا كما تعلم هذه الأربع أسماء ليست شيئا كثيرا طبعاً. أمام الأسماء الموجودة والمتورطة في قتل المتظاهرين والتواصل مع إيران، وكما كشف معلومات نيويورك تايمز عن تواصل أغلب القيادات العراقية مع إيران. وبالتالي ما دام هناك قوائم أخرى، إذا هناك تطور بأن العراقيين نجحوا في تدويل طيب. القضية ولم يعد مقتصر على ذكر تدويل القضية. أنتقل إلى الأستاذ علي ريسان. أستاذ علي بدقيقتين لو سمحتم، لأن الوقت ربما شرف على الانتهاء. جرائم استهداف المتظاهرين لاقت إدانات دولية واسعة. على سبيل المثال للحصر، الاتحاد الأوروبي يعني وصف استهداف المتظاهرين بجرائم قتل. أيضا بريطانيا طالبت بمحاسبة قتلة المتظاهرين. تعتقد المواقف الدولية يعني واحد ممكن يتفائل بها بالمستقبل المنظور، بأنه عملية يعني التظاهرات في العراق أصبحت قضية دولية أكثر مما هي قضية محلية وإقليمية، تعتقد نتفائل بهذا التوجه من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا؟ طبعا الاتحاد الأوروبي لازم، لأنه الاتحاد الأوروبي مرتبط بأحزاب، هذه الأحزاب عندها برامج سياسية. نعم. يعني الحزاب في الدول الاسكندنافيه وفي الدول الاوروبيه ايضا تدين هذه الافعال الدمويه اللا انسانيه البربريه الفاشيه النازيه. احنا نقول على العراقيين الان، على العراقيين الموجودين في الخارج تفعيل محاكمه ازلام النظام، لانه معظمهم الان غادر بغداد والتجأ، يعني رجع الى الدنمارك، الى السويد، الى النرويج، الى المانيا، الى بريطانيا. لذلك معظم دول أزلام النظام الآن يمتلكون المليارات ويمتلكون المصارف والأرصدة والأموال،
حجز هاي الاموال وتحجيمهم ومنعهم من السفر يعني تحت الاقامه الجبريه، هذا يفعل من دعم نجاح الثوره. الثوره الان في تصاعد مستمر، الثوره الان تنتمي الى العراق، تنتمي الى الانسان، احنا بنعطي شهداء، هذا محصل امام دول القتله، يعني حصله يعني بديهيه مؤلمه لكن بديهيه، انه انت الان تعطي شهداء لانك تقابل يعني تقابل مجموعه ميليشيات لا تنتمي الى العراق، تنتمي الى ولي سفيه في ايران، وهذا هو ديدنهم انه قتل المتظاهرين باي طريقه. الايام الجايه راح تكون اكثر دمويه، انا يعني ما اريد يعني اخذل المتظاهرين، عليهم ان يكونوا ان لا يبتعدوا عن ساحات التحرير، يعني هذا نداء اوجهه الى احبائي وابناء وطني، اخوتي وابائي واصدقائي، ان يكونوا اكثر حذر، اكثر حذر، لان دم الشهيد عندنا غالي، هم موغلين في قتل في زياده التكالى والاحكام والأحبة. والآن بالمناسبة باختصار أستاذ علي وقت، نعم تفضل باختصار لو سمحت. رسالة أخيرة أقول، نعم. إحنا باقين على عهد العراق، يعني وهذا عهد من كل العراقيين الموجودين في داخل العراق وخارج العراق، لو بقي شخص عراقي حر ينتمي إلى دجلة والفرات سيقاتلهم بسلميته، ولكن علينا أن نبلور قادة الآن من رحم التنسيقيات تمثل الثوار لإيصالها للعالم والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي. أنا أشكرك أستاذ علي، شكرا جزيلا أشكرك. أستاذ شاهو بدقيقة لو سمحتم، شلون تتوقع الأيام الجاية بالنسبة للتظاهرات في العراق؟ التظاهرات سوف تستمر وبزخم أكبر، لأن المتظاهرين شعروا أن نجاحهم في دفع عبد المهدي للاستقالة سيؤدي إلى تحقيق أهداف أخرى ومطالب أخرى للثورة في حال استمرار الزخم الشعبي والمشاركة الشعبية السلمية. وأيضا في نفس الواقع يعني أشارك الضيف الكريم بأن الطرف المقابل أيضا سوف يفكر في طرق أخرى للقضاء على الثورة وإخمادها، ولا يكترث بالعنف أو الأرواح التي أو الدماء التي تسيل، لا يكترث بهذا الأمر، لأن هدفه القضاء على المظاهرات بدفع خارجي، بدفع إيراني، وبالتالي على المتظاهرين أولا الالتزام السلمية حتى يحققوا كامل مطالبهم. أنا أشكرك أستاذ شاه القرداغي، شكرا جزيلا. جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، في نهاية تغطيتنا لهذا اليوم نتوجه بالشكر الجزيل إلى الباحث في شأن العراقي الأستاذ شاه القرداغي، شكرا جزيلا. وأيضا كان معنا عبر الهاتف من مالمو الكاتب والمخرج العراقي الأستاذ علي ريسان. أستاذ علي شكرا جزيلا لكم. ومشاهدينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.